University by Night. Tout est sans fil Express FM et The University by Night. Les étudiants à l'IHU, on a Diff, Sharaf. اللي هو اول مره نعطيها نبارطاجي انا وياه لونتين نعرفوا بعضنا عندنا سنين ما تقولش قداش ما نقولش قداش اما سي فغي اول مره انا وياه نعطيها فرد بلاتو يعني قسموا ميكرو جو بونس مره في التلفزه مي اون ايتي تو لي دو في دي بوان اكستيريور جو بونس سيتي ان 2004 حاجه كيما هكا في ان تيليتون ان تروك كوم سا يمكن سي ميموار اي بون اما هكا ديريكت فاس فاس اول مره اول مره نزار شعري عقلت صوته نزار شعري بالطبيعه نعطيها كيفاش تسميوك نزار شعري تو سامبلومون بارابور ا تونيفيزيون لو فونداتور فونداتور فاوندر بلغه اخرى الرئيس المحفز للشباب وي الرئيس رئيس نزار شعري ترجع كلمه رئيس هذه سوز انتوندو الرئيس حتى تعرف فو با افوار بور دو سي مو سو ني كو دي مو فوالا اليوم بحثنا ضيف متعدد المواهب متعدد المجالات ديما تحت الاضواء ومثير للجدل في بالي مجله واحده انا نعطيها تلفزيون او كهو اللي هو لو جو دو موي بون جو برو جو برو ديما مثير للجدل سورتو بالطريقه نتاع التواصل نتاعو كيما مؤخرا جدل كبير اللي صار على تلفزيون وكي يقولوا بطبيعه تلفزيون يقولوا نزار شعري مرحبا سي نزار مرحبا انا فرحان برشا اني نكون معاكم ونتقاسم معاكم السهريه هذه صح شربتكم الناس كل يسمعوا فينا اون فيت اليوم ما عادش نجم نقولوا تونيفيزيون نزار شعري تونيفيزيون سي بلوس كو 25000 ايتيديون اي ليسيا في 24 ولايه 25000 تقريبا مقسمو مقسمين على 167 كلوب في لي زونيفرسيتي اكثر من 150 كلوب في لي ليسي والمعاهد الاعداديه اي بروشينمون الشابتر كيتس سافا اتر في دونك لي primaire ou les écoles primaires. École primaire, c'est oui, là. Oui. Parce que l'idée, tu as la fondation Tunivision, tu as fait une tâche comme fondation, tu as fait Tunivision, tu as fait le prendre sur la Chine en tant que média. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, d'ailleurs. Donc il y avait Tunivision. Elle a fait ça. Et voilà. Mais quand tu as fait une chronique, une rubrique. Une chronique, qui est en 2007-2009. Alors, Ismani, tu as fait une chose qui est en train de faire, ou même si tu as fait une chose qui est en train de faire, tu as fait une chose qui est en train de وقتها خرجت تونيفيزيون عندي الكوليكسيون نتاع 22 عدد الاول نتاع المجازين نتاع تونيفيزيون كنت مدمن على اني نقرا تونيفيزيون عمري ما كنت في حياتي نتخيل اني نهار من الايامات مش نشري المجله هذه تحس ثم علاقه روحيه معناتها مي كيما قلت لك ثم افون نزار شعري ثم لا بيريود دو نزار شعري اي موا جو بونس كو بروشينمون يوغا لا بري نزار شعري باسكو مش نقعد حياتي كامله في تونيفيزيون ذاك الوقت من الاول كان جليل جدي ومن بعد يظل يشدها شويه نزار بهلول اون فيت تخدم فيها بلوتو قيس بن مراد من 2006 والليكيب نتاعو نحيوهم الكل نحيو جلال والجماعه الكل كيما قلت لك سنه تحتفل ب 25 سنه مي من نهار اللي قررنا الار اس او نتاع الجروب ميديا على خاطر ولا جروب ميديا اون فيت يتحول للفونداسيون الهدف كان هو صناعه قيادات شبابيه جديده في تونس قيادات شبابيه سي لو كونسيبت دو ليدرشيب معناتها انت ايش قلت لكم رئيس اي باهي لو فو il faut construire la nouvelle يعني ودايور الحاجه الخارقه اللي عاده اللي صارت كريم انه خلقنا قيادات تابعين التلفزيون وخلقنا قيادات اللي ما يحبوش التلفزيون دونك اون فيت اون ا كريي في كل الحالات قيادات لتونس قيادات اللي ما يحبوش التلفزيون احكي لي كيفاش جاي بيان سور باسكو il y a des gens qui ne se retrouvent pas في الكونسيبت التلفزيون والا ما يلقاوش روحهم دخلوا انا مثلا ما احنا عندنا اكبر بارتي في لي هيترز نتاع التلفزيون هما عباد يجيو يعملوا لونتروتيان باش يدخلوا لي كلوب شوف ثم دي فاك يجيو في اول العام 300 و350 واحد يحبوا يدخلوا للكلوب اولاد الكلوب في الفاك هذاك مش يدخلوا 30 50 اقصى حاجه ممكن وصلنا ل 80 و100 شخص في الكلوب دونك فورسيمون مش تلقى من 300 200 عاد مش يحبوك ويدخلوا معاك مش يقولوا ينوزون غوبوسي ومش يكونوا فرستري دونك مش يعمل مش يمشي يلوج على كلوب اخر يدخل فيه والا كاريمون مش يعمل كلوب دونك اون ا تروفي با مال دو جون كي اون ايتي رفولي من تونيفيزيون ولا عملوا ام بتيت كارير وما تفهمش هو وصاحبته ولا هو صاحبه في كلوب تونيفيزيون خرج مشى عمل الكلوب على روحه اي دايور ثم برشا قوى سياسيه للاسف معناتها لازم نقولوا خاطر برشا عباد ينساو انه التاريخ نتاع الجامعه التونسيه كان دائما تاريخ مسيس ثم برشا عباد يناديو تواكا بي اي بيان سور يحبوا يبعدوا السياسه على الجامعه ولكن ينساو انه الطالب
هو محرك من محركات السياسة في الوطن. إذا بالعكس كيف أنت تبعد الطالب على السياسة نوعا ما كأنك همشت القيادي القادم في البلاد، كيفاش مش يعمل الأوبينيون بتاعه، كيفاش مش يعطي رأي، كيفاش مش يكون عنده بور ولا كونتر الحكاية هذيك، ولا مش يبني. دونك سي سكوني اون تران دو دير. دونك برشا قوى سياسية حاولت تخترق تونيفيزيون في 2016-2017. كيف لقاو تونيفيزيون؟ حنا ديما نقولوا ألافا إس قوتنا في الاختلاف نتاعنا، يعني تجم مرحبا بيك، ما فماش علاش تخترقها تونيفيزيون. أي إنسان ما نسألوش على الإيديولوجي نتاعه ولا اسك عندك فكر سياسي ولا لا، مرحبا تو أنك أنت متفق معنا في لي تروا فالور اللي هما ترافاي إنوفاسيون بارتاج، ومتفقين في لي بروسيس نتاعنا وفي النظام الداخلي، مرحبا بيك. دونك ديكو اللي ما يوافقش واللي ما يلقاش روحه في الكونفيغوراسيون هذيا يمشي يعمل. داير بعد 2017-2018 عندنا با مال دوترز أورغانيزاسيون اللي طلعوا في الجامعة التونسية سويت ات تونيفيزيون، اي سا سي اون فيرتي ميم سي اي سون اونتر غيمي دي هيترز ولا دي كونكورون بوتونسييل. معناتها مرحبا بالبون كونكورونس بور لا تونيزي. قبيلك علي قال عزيز قال على الجدل تاع تونيفيزيون ديرنيامون، بون فما حاجه انا لما حاجه نقول فيها جدل اللي هي التصويره اللي خرجت اللي هما معناتها لي ستوديون وقتها يذولي قدامك وقتها عاملين تصويره بالواحد معناتها عاملين قاعده بو. هذه تصويره باهي نحكيو عليها على خاطر اون فيت خرجت التصويره من سياقها. التصويره خرجت التصويره اللي انا مش فيها اون فيت، ثم التصويره كامله اون فيت سيتي ان زوم البارتي اللي شفتوها انتم، مي انا كنت في الصف الاول انا وبشير الخليفي اللي هو لو بريزيدون اكتويال، خاطر انا معاش البريزيدون دو تونيفيزيون فاونديشن. دونك انا ان جون بريزيدون عمره 24 سنه. دونك التصويره الكامله كنا كلنا مع بعضنا ومقردفين كلنا اي كومبري انا للعلم، خاطر هذيك تحيه علمت وصارت تحيه علم هذيك بكل بساطه معناتها. مي بيان سور خاطر دارت كانت تجيش يعني بالحق الاصدقاء والاحباء اللي يحبونا معناتها اللي هما برشا، حتى اصحابنا راهو معناتها داير اكثر عباد فيرولون ساعات اصحابي معناتها عباد في دي كرونيكور خدمنا مع بعضنا ولا دي بريزونتاتور ولا خدمنا مع بعضنا، كيس كيلي اون تران دو فير نزار الشعري ولا جونيس ايثيريان دو نزار الشعري والشعب الاش هو سميه الجيش الاحمر. الجيش الاحمر والاحمر هذاك لون بلادنا لون العلم مكتوب بالابيض، يعني المراول نتاعنا احمر ومكتوبين بالابيض، يعني il n'y a pas aussi tunisien que c'est notre tunisianité ni plus ni moins. Et on était tous y compris انا ولابس مريوم بالاحمر ومكتوب عليه تونيزيان فونديشن بالابيض ومقردف للعلم نتاع تونس. بعديك كل واحد يشوف اللي يحب، ما نجمش نمنع العباد، وانا نشكر العباد اللي تعمل في اللي بوليميك واللي تحكي علينا، خاطر كل مره يحكيوا علينا العباد يعتقدوا انهم يسيئوننا، هما او كونترير لو نومبر دو جون اللي يحبوا ينضموا للتونيفيزيون مثلا بعد البوليميك هذيك، عدد كبير من الاولياء كلموني. الوغ كيس كي ديز؟ يديز اولادنا ناقصين انضباط وناقصين حاجه تخليهم يحسوا بالانتماء نتاعهم. عندي وليه كلمتني ليا دو ولا تخوا جور قالت لي ولدي يحب يخرج لاسبانيا، تخلي يقرا في الفاك، ما عجبتوش القرايه، ما يحب يعمل حتى شيء، يعني مبطل كل شيء، ما عادش يمشي للفاك كل شيء، يحب يخرج لاسبانيا، امان قل له يجي معاك التونيفيزيون ولقى له حل باش يقعد لتونس. موا جو تخوف سا تخي ايموفون تخي، مي انا قلت لها نورمالمون ولدك انت تحكي معاه. راهو انا بيان سور مرحبا بيه في تونيفيزيون ومرحبا بيه بولاد تونس كلنا، ماذا بيا يكون عندنا في كل فاكولتي وفي كل ليسي ولاد تونس معناتها كل مرحبا بهم، ولكن زاد راهو العائله هي المنطلق نتاع التربيه والليدرشيب اللي نحكيو عليه سي ان كونسيبت يبدا من العائله. ما تنجمش انت تجي لولدك عمره 19 سنه تقول له نحبك تولي اونتربرونور، خاطر الانتربرونيريا سي كوا؟ سي ان مايند سيت اي سي دي سكيلز اللي فيهم الهارد سكيلز واللي فيهم زاد لي سوفت سكيلز. اذا انت ولدك حياتك كامله تقول له اسكت ما تكلمش ما زلت صغير سامحني في الكلمه يا بهيم اتسيتيرا، سي حاجات نسمعوهم للاسف ما يتقالوش مي للاسف نسمعوهم. من بعد ليك وقت يولي عمره 19 سنه 20 سنه تحبوا يولي معناتها انتربرونور وعنده الانيسياتيف ومؤمن بروحه، ما تنجمش. اما جوست بون حتى انا بدي معناتها يذولي معناتها كان ذكر بالبدايه انا بدي معناتها صرت ضد الحكايه هذيا معناتها يذولي حتى قلت معناتها خاطر ذكرتني لا جونيس ايتاليان بالحق معناتها نزي علاش كل 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 انضباط معناتها لا ليميت بون فسرت دي تو اللي هي معناتها خرجت من السياق نتاعها، اما علاش ما خرجتش ديمونتي ولا ما كتبتش حاجه ما 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 جيتش قدامي نعطى. لا احنا عملنا بلوزيور ديمونتي مش واحد، ماك للاسف احنا تعلمنا هذا انت قلت لكم الالغوريثم تاع فيسبوك الالغوريثم تاع فيسبوك، لكن حتى قبل الالغوريثم اون فيت وقت تتسب
تتنشر في سال الحكايه وقت تجي تجاوب حتى تطلب حقك في الرد في الرد ياخذ 10% من يعني انه فوات سبيتك اهو معناتها صحه ليكم ديما الاولين يا ولدي ميرسي ميرسي لكن انا شفت انه ما فيهاش إساءة. يعني انا الحقيقه تو سنه 93 2023 يعني دونزون اني نعمل 30 ans de carrière في الميديا بارك الله اش معناها معناتها تعودت انه نتسب الحقيقه لو ثم برشا عبيد وحتى الاولاد احنا البارح كنا في مستير عندنا ملتقى وطني قلت لهم راهو يلزمكم تفهموا انه اذا سبوكم ولا اذا تكلموا عليكم بالباهي ولا بالخايب سي كو فو زيت اون تران دو ريوسير كلكو با راهو ما ثماش واحد قاعد على روحه ما يعمل في حد شيء والعباد تقوم سلام سلام تبدا تسب فيه يعني احنا تو نشوفوا لا بوليميك تاع سامي الفهري مثلا سامي الفهري اللي اون تران دو ترافايي بعديك اونيم او اونيم با سا سي اون كريتيك سي اون مانيير دو دو فوار لي شوز انا مانيش موافق على طريقتك في الطرح اوكي ولكن اذا انت ما تعمل في حد شيء بيان سور حد ما مش يتكلم عليك بتبع. لكن على شكون يتكلموا هما مش يتكلموا على انسان يعمل وعلى انسان سورتو يعمل ويظهر يخوف خاطرهم علاش تكلموا على الجوناس إلى شكون اللي أثارها حكاية الجوناس إطلاقياً؟ ما موش عباد جات في الجامعة وتكون وتخدم لا عباد خايفة بوليتيكمون كو سيت جوناس مانيفيك اللي ايتي مبعدة من العمل السياسي ويخوفوا فيها ويكرهوا فيها في السياسة والسياسة كخة وبعد وتتمسخ و و و و عندهم تو أكثر من 10 سنين تدخلوا لهم في الطرح لو كان تدخل في الطرح وهي منضبطه ومنتميه ولابسه العلم وكذا راهي مش تقلب عليكم الطرح غدوه صافي مالو جو اوكي تقلب عليكم الطرح وتحط لنا نزار شعري وينات 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 سي نزار كيما نعرفوا العبد الكل من عام 93 دخلت الميدان الميديا عن طريق الاذاعه حتى 2004 وبعد من 2004 ل 2016 في التلفزه توتافي البيريود هذيك نتخيل علمتك برشا حاجات باش وصلت اللي انت فيه توا باوي هي الفكره اون فيت سي سكو جو دي طول طون احنا وقت دخلنا كيما تو العباد اللي تحب تدخل للميديا الكل يعني كيما احنا وقتها كنت اتذكر نجيب خطاب الله يرحمه ودوت معناتها مي احنا وقتها الفوديت الكبيره في البيريود نتاعنا احنا ستين نجيب خطاب نجيب خطاب وبون ديجا لي بوك سيده حاتم العمار حاتم شويه خلطت عليه وهيرا ركبي بعد اتسيتيرا اللي نحييهم الزوز واصدقائنا وكبار يعني نحبهم برشا ولكن احنا وقتها كان نجيب خطاب اي ذاك كان الكابو الفكره انه احنا وقتها داخلين باش نقلبوا الطرح على الاسماء الكبيره هذيك وقت احنا انتم ايمت كانال كان تتذكر ومن بعديك جات كانال 21 الفكره انه هل نوفيل جينيراسيون جايه بمونتاليتي جديده بريق جديد بحكايات جديده ايتترا زعما باش نقلبوا الطرح وقت تدخل للدومين تاع الميديا فيسا ما تكتشف انه مازال عندك برشا ما تتعلم وكل نهار يزمك تتعلم ويفوت لوميديتي هو ستان ميليو اللي فيسا تاخذ فيه الراس الكبيره معناتها انا تخب تري تري فيت لا غروس تيت اي اون بي سا تري شير اون جينيرال كاش بيرسونيلمون جو لي بي معناتها جو بونس لا بلوبار دي جون كي سون دي ستار ماتنون في وقت من الاوقات خلصوا سحت الراس ولا كبر الراس نتاعهم من بعد انه فوا خديت الكف هذاك وفهمت كفوف باهيه في الميديا وانت تتخيل كي تقول كي تحكي على كفوف تتخيل تحكي على موزايك لا لا نحكي قبل موزايك خاطر انا الاعلام الكبير راهو فاكر 10 سنين نتاع اذاعه صفاقس انا اذاعه صفاقس وقت دخلت عام 93 كانوا عندنا 5 اذاعات راهو ممكن لو كونتكست ما تنجموش تتخيلوه انتم بمي نوتر جينيراسيون احنا ما عشناش بلاد فيها 60 اذاعه وحريه وكل حاجه كان عندنا الوطنيه اذاعه فيخس مستير هذوكم هما ار تي سي وبعدها جات اذاعه شباب عام 1995 معناتها وقت دخلت انا اذاعه فيخس ما كانتش اذاعه اف ام كانت اذاعه وطنيه وكنت وقت نمشي نغطي مثلا مهرجانات وواحد كل شيء كنا ندخل بكهرباء نتاع حرس قدامنا ونخرج بكهرباء نتاع حرس قدامنا ويستقبلنا الويل سي فري راهو كنا بقدرنا كنا بقدرنا تو كل حومه ولات فيها الاذاعه نتاعها معناها بون تو ميو هذاك هو التعدديه اي تو سا مي اليوم جو بونس كو سي ان بو بلو فاسيل انك تو اكسيد للميديا ثم لي اون ميديا اليوم دي ستار خارجين من انستغرام دي ستار خارجين من يوتيوب من يوتيوب اتسيتيرا مي ما هماش قاعدين حاسين المسؤوليه نتاع انه يكون عندك ميكرو داير برشا غلط وبرشا تزليط للاسف قاعد يخرج في الميكرو نتاعنا والحاجه الاخرى ما هماش فاهمين الامباكت احنا زاد ما احناش ما كناش فاهمين او ديبي مي ماتنو اون سي كونت اون فا دير ان مو سا ان افي بابيون راهو الكلمة كيف تخرج في ام ميكرو ولا تخرج في تلفزة ولا واحد ما تعرفش عليها خاصة توعد خاصة توعد بالواحد بالبوز وبالفيسبوك وبالبارتاج ولا دونك افكتيفمون كونت اون كومونس ا ميتريزي
لوتي لينغويستيك وقت تعرف الكلمه كيفاش تخرج وقتاش تخرج وقتاش تبوزي بها وقتاش تخرج تصويره وقتاش تكومونتي وقتاش ما تكومونتيش لا tu peux faire des choses extraordinaires. Ama fait le pour des bonnes causes, مش كيك. وعلى ذكر الكلمه نعرفوا العباد الكل تعرف اللي نزار الشعري un très bon communicateur. Donc العباد تحب تعرف est-ce que اللي نزار الشعري راهو فيه كل يوم من بلاصه لبلاصه يخطب ويحكي مع لي جون بطبيعه في تحت سياق تلفزيون. Est-ce que برشا عباد يقول لك لا هذيك قوه كوميونيكاسيون. اما ما يعرفوش اللي فما un plan حاضر و bien structuré. إيه هو البلوم هو إيش متاع نزار الشعري كهو كي محكينا قبيلة مثلاً تونيفيزيون ولا كارتاج الجديدة اللي هي أكبر من تونيفيزيون c'est un réseau d'associations et tout ça حركة مدنية كاملة aujourd'hui ce n'est plus une personne it's mindset يعني فكرة الفكرة لها أجنحة يكون ابن رشد الأفكار لها أجنحة معناتها اليوم أنا عملت انسبشن عملت اون جرين متاع فكرة إنه نحب جينيراسيون ممنا بروحها اللي كانت يعني أنا من زوز مشاكل اللي لقيتهم وقت قبل ما نعملوا الفونداسيون بتاع التلفزيون لقيت إنه لجونيس تونيزيان عندها زوز مشاكل صغار وسهلين الحال متاعهم أولا ناقصين ثقة في روحهم ما مش ممنين بروحهم وإذا ما تمنش أنت بروحك بتجمش تطلب من الناس إنها تمن بيك يعني كأنك أنت هاجز السيفي متاعك وأنت ماكش متأكد من الحاجات اللي مكتوبة معناتها تعرف تخدم إكسل ولا ما تعرفش تخدم مو هي إيه هي لازم نوع من الإيمان بالنفس والحاجة الأخرى هي الحلمة المشتركة ثم أنيغوسنتريزم إكستراودينير في الجينيراسيون الجديدة كل واحد يحب يدبر راسه يحب يسلكها روحه بين الظفرين كما تقولوا انتم اش معناها معناتها انا نحب نخرج البر وقت ندخل لهم فيه اول حاجه قالوا ليت شنو تحبوا تعملوا كلها تحب تخرج البر وليد وبنات وتلقاهم يقراوا في حاجات خارقه العاده طب وانجينيري وحكايات خارقه العاده يحب يخرج البر يا اما بحرقه شرعيه دونك تكمل باك بلس 3 تمشي تكمل الماستر بتاعك البر ما يعبر عنه بالحرقه الشرعيه اذا ما كتبتش تو ثم ان سيكتور اكسترا اوردينير هو السيكتور نتاع التمريض les écoles نتاع الانفيرميري اللي موجودين في تونس الكل متلقى بحذاهم دي زيكول يقريو المون على الاول دشت انا علاش تما ديما ودايور سبونسوريزيو بي برشا لي زاكسيون نتاع لي كلوب تيليفزيون في ليفاك هذوما حتى نهار استدعاوني في ايكول من لي زيكول مشيت دخلت السلام عليكم ونحكي على حب تونس وعلى الوطنيه وما نخرجوش وما كذا طلع السيد السبونسور نتاع هذايا ليكول اللي تقري المون قال شوف شباب انتم تعملوا باك بلس 3 وتجيو تقراوا عندي ام بي 2 يتسمى نيفو بي 2 في الالمان تمشيو ديريكتومون لالمانيا تستنى فيكم خدمه تما 130000 خدمه الخدمه ب 3150 يورو على السلامه في ظرف 6 شهور تولي تاخذوا 4600 يورو غزرت الاولاد بعدها قلت لهم معناتها الخطاب والسبيتش اللي عملناه ما تنجمش تحكي السيد هذاك تقول له لازمك تقاتل ولازمك تتعب ولازمك تحلم تخدم وتبني وكذا يجي واحد يقول له اسمع بعد 3 سنين هذوما تعمل ام بي 2 اون المون اي تو هاك 4000 يورو لا الحقيقه لازم شونجون باراديغم كما يقولوا نعطي لازم على الاقل يفيق نار من نارات الكبار جينيراسيون تاعنا اون فيت اليوم انا اليوم نعطيها مالوغوزمون نعطيها اللي هما خليونا في التنهيده شكتنهيده غير زعما بالقلب ليه بالحق بالحق الجينيراسيون تاعنا نعطي الجينيراسيون تاعي وتاعك نعطي اللي هما نعطي اللي خليو البلاد في الازمه اللي هي موجوده شوية. واللي اكبر منا بيناتنا معناتها احنا جينا في الوسط احنا المخضرمين هي الجينيراسيون تاعي على الاقل بون توا بعد عامين 3 سنين يخرجوا روتريت الاخر اللي اكبر منا ديجا في روتريت اما ديجا هما بيدهم نعطي بداوا داروا البلاد باش الباراديغم يتبدل باش على الاقل نعطي الواحد الشاري تتريقل الواحد وكل شيء باش نجموا نكافحوا الخروج هذايا كيفاش نجمو نبدلو لي باراديغم اولا يلزمنا نفسروا للشباب نتاعنا حاجه مهمه برشا انه اليوم المسمار في حيط اللي العباد كل حياتها كامله تستنى فيه يعني وقت تبدا تلقى تونس امهات تونس الكل تحب اولادها يطلعوا طب انا امي تحبني نطلع طبيب ولا محامي ايه طب طبيب اون جينيرال الام تحب طبيب وقت تسال البو شنو تحب ولدك المهم حاجه في الحاكم حاجه في الحاكم المهم عليه مسمار في حيط ومن بعد اعمل عطريه اكل تيه ولا اعمل بروجي صغير ولا بيع ذاك الام ال ام ولا دبر راسك معناتها سي ان سيستيم دي اون فيت علاش احنا اولادنا من اللي هما في المدرسه كما في كوريا الجنوبيه كما في اليابان كما في كندا كما تعودوا على انه البرون انيشيتيف وانه يتعلم يبيع احنا في تونس نعرفوا ننجو ما نعرفوش نبيعوا مثلا في امريكا ثم ان سلوغون كبير خرج بعد البروبليم تاع 1930 وقت صارت الشوت نتاع البورصه وحكوا شيء اسمه سيل سامثينغ توداي بيع حاجه اليوم وكان ثم اون فيزيون دو ليتا
نتاع كيفاش الناس الكل تتعلم تبيع حاجة، بيع أي سلعة، المهم تعلم بيع. احنا في تونس ما نعرفوش نبيعه، لا نعرفوا نبيعه ولا في الداخل. داير هذاك علاش لو ماركتينغ والكوميونيكاسيون ديما قاعدين مساكن، ويقول لك سي با ان انفستيسمون، خساره فلوس ساعات، سكي با فري معناتها. ومن جهه اخرى تلقى انه ان جون تونيزيان يعمل برودوي ويحل في البيعان نتاعو، اي بورتو انترنت محلوله، امازون موجود، وتولي يقول لك ما نجمش نبيع خاطر ما عنديش بي بال، وما نجمش نبيع على خاطر ما عنديش درا شنو. اي بورتو ثم حلول هذوما، بايونير يجم يعوض البي بال، مانيش باش ندخل في الديتاي هذوما، مي اليا دي سوليسيون. مي يلزمك اولا تمن بروحك ويكون عندنا حلمة مشتركة. يعني عمري ما شفت أنا توينسا تلموا مع بعضهم باش يعملوا ان بروجي كيما لي تروا بيجي كومباني باش يعملوا جوجل، ولا مارك زوكربيرغ بعد سهرية افتر مزيان تلم هو صاحبه وطيحوا السيرفر نتاع هارفرد واللي خرجت من بعد منها الفكرة نتاع فيسبوك اتسترا اتسترا. احنا كل واحد عنده فكرة يقول لك لا الفكرة متاعي عظيمة ياسر وما نقولهاش، ودايور الفكرة هذيك بعد 3 شهور تولي اوبسوليت للاسف، على خاطر ثم شكون عملها بخلافه. هو عاود يجي يتلموا يعملوا شيشة ولا يعملوا طور حرامي على الفلوس في رمضان، الخاوي الكل مليانة هكاكة، هما يتلموا نورمالمون في جراج، أي معلم أنت كودي وأنا تو نعمل اليو إكس ديزاين، والآخر تو يعمل كونتابيليتي يعمل لنا الشركة متاعنا. عادي جدا تو تخرج وتولي عباد مترشقة، وفي إكسبريس إف إم كل ليلة نعملوا سهرية مع ستارت أب. سوف كو سيتي تا ديسبري n'existe pas. C'est un des états d'esprit اللي نحبوا نعملوه نحن في تونيزيون. مثلا البارح وقت كنا ملمومين اكثر من 150 طالب وطالبه من 24 ولايه، شنو هو الهدف؟ الهدف متر اون فالور لي ريجيون، سي سكون ابل لو ماركتينغ تيريتوريال، دو اكسبوزي لي اوبورتونيتي. خاطر انت تحكي على تونس انت ما تعرفهاش، ما تعرفش انه مثلا في فريانا السيليسيوم نتاعها الي بيور 84 ولا 85% اللي هو نسبه نتاع بيورتي. نورمالمون الالكترونيك تشيبس اللي تعمل فيهم تايوان مفروض يصيروا في فريانا. اما برمشي فريانا وحاول انت تو معناتها باش تعمل اكسبلتاسيون تاع مينه تاع سيليسيوم، وحاول نعطها باش نعطها باش تستثمر في هذه الحكايه الاداره. هذا هو دونك انا الفكره، انت باش تجم تغلبها الاداره بانك انت تمن بالحلم نتاعك وتوصلها لاخر. احنا اليوم عندنا دي ستارت اب في تونس، عرضوهم على الاول يعني كسروا لهم كل شيء، وانت تعرف عندك توني ميسيون كو جو سوي انورميمون على الويب، قداش من واحد جبته قالوا له لا وكسروا له جوانحه وسكروا قدامه البيبان، مي افيك ان بو دو بيرسيفيرونس وحلمه باهيه نجحوا ولاو دي مولتي ناسيونال تويكا، وعملوا دي لوفي دو فون تاع 10 مليون و 20 مليون دو دولار، اون بار مش دي مليون معناتها ب 1000 دينار، لا معناتها راهو سي اون فو اون بو، مي فو بيرسيفيري اي سورتو عمرك ما تبطل. معناتها اليوم احنا ديما نقراو في الجيستيون دي بروجي واداره الاعمال اربع كلمات مفاتيح اللي للاسف ما نقولوهمش اسي للطلبه نتاعنا وللتلامذه نتاعنا. اي مشروع يتعدى باربع مراحل اللي هما بلانينغ اورجنايزينغ ليدينغ كنترولينغ، بالعربي التخطيط التنظيم التنفيذ والمراقبه ولا التقييم. شنو هو سي تان سيكل اون فيت؟ يعني اليوم انا عندي حلمه، الحلمه هذيا نعمل لها مخطط، من بعد ليك يلزمني نرجعها اون مايل ستونز حاجات بالبابل دي كويك وينز، ماذا بيا نشوف النجاح نتاعي وننطلق في الخدمه. جو سي فير التنظيم نتاعي باش كل واحد يعرف خدمته ويخدمها، ان بون اكزيكيتون يخدم الخدمه هذيك، وفان دو سيكل نعمل لك التقييم، نجحت سي اوكي نحسن، ما نجحتش ما اسموش فشل. احنا نقلهوا في الفشل في البلاد هذيا، معناتها اي واحد تلقاه واه نزار الشعري الفاشل بربي سامحني، عامل 10 سنين كارير راديو حال الاول اذاعه خاصه في تونس وعملتهم الكل الفاشل في الاذاعه، عاملهم الكل في التلفز وخادم في سته ولا سبعه وبرودويزيت وبرودويزي وعملت لي برايم تايم و70% اوديوات والفاشل، من بعد عامل 9 شركات والف شنو سامحني، معناتها شنو مفهومك للناجح؟ احنا بلاد اللي الناجح نبداو ندزوا عليه حتى لين نفشلوه، بس في بلايص اخرى تلقاه عامل هكا. انا مره في نيويورك، في نيويورك مدينه شطرنجيه البناء تتسمى، معناتها يعني باش لعبات تسمعها يعني كانك رقعه نتاع شطرنج، دي ستريت ودي افينيو، وداير هما يبدا يقول لك انا البلاصه الفلانيه 63 ستريت 7 افينيو حاجه من هكا. في كل تقاطع نتاع شارع ونهج تلقى اربعه بياعين ستريت فود ولا فود تراكس، هوت دوغ دونتس قهوه.
السيد هذاك اللي قاعد عنده عربية يعني كما نحن بياع متاع عياري من الاخر يبيع شوية مروب وشوية حيحان والجو الباهي اللي نحبوه نحن معناتها وكل عام طب حين بخير معناتها نحن بعد مش نكملوا شو نعملوا صحفة دراع عند فود تراك في باب الخضرة السيد هذا تغزله في عينيك يقول لك I will be a millionaire تقول له خي لباس انت في مخك يقول لك yes I will be a millionaire وتشوف لي دايور ثم عبيد اسمهم حلال جايز في نيويورك هذوما فلسطينيين جاوا بداوا يعملوا شاورما وروز فازا كيما هكا ولا عندهم ريزوم تاع ديستريبيوشن وشركه ملتي ناسيونال انطلاقا من الكونسيبت روز وشاورما معناها اللي هو كونسيبت ان يا با بلو سامبل ا جيري في تونس تلقاه مسكين يقاسي بك البرويطه بتاعو نتاع الواحد وناس كل تضرب عليه في الرشوه وتفك له في الكذا واحد وكل شيء علاش احنا اون دون با la possibilité à tous ceux qui veulent réussir pour réussir. علاش ما نحلهمش انا الافاق؟ علاش ما نرجعهمش دي سكسيس ستوري؟ علاش ما يجيوش عند كريم بن عمر ويحكي وكيفاش انا بديت من برويطه والا من بياع زرابي والا من كذا الملتي مليونير كيما في الامارات وكيما في قطر وكيما في السعوديه. شنو ناقصنا نحن اليوم؟ شنو ناقصنا؟ حتى شيء. فقط انه نمنوا برواحنا ونحلموا مع بعضنا. راهو كلمه بارتاج اللي عندنا في لي فالور نتاع تيليفزيون انا نعتبرها مسطره احنا قلنا اللي تروى فالور اللي نخدم عليهم ترافاي باسكو ما تنجمش تنجح بلاش خدمه يعني برشا يقولوا لي راهو مزهرت لك حاله معاك عكعك حاله معاك لو فامو عكعك حاله معاك سيتان كونسيبت راهو العكعك حاله معاك غير المفروض نعملوا له حصه مع دي سوسيولوج ودي بسيكولوج معناتها في مخ التونسي ما تنجم تنجح كان بان سورت نتاع ديفينيتي تجي وتهبط عليك البركه نتاعها معناها Tu vois ce que je veux dire? Donc, اليوم انا نقول لهم كريستيانو رونالدو عمره 37 سنه وقت يوري السكس باكس نتاعو وقت يماركي بونتو تتصور انه 37 سنه هذيك نتاع تعكعيك ولا واحد مزهرت له ولا واحد عنده موهبه سامحوني معناها سنة با دو سونس 37 سنه معناتها برشا توانسه معناتها كورجي يلعبوا ايكيب ناسيونال وكل شيء معناتها بطلوا عنده 9 سنين فماش سكس باك دونك انت السيد هذا واخد 6 ولا 7 كور دور وهزز البطولات نتاع العالم الكل ما هوش بتعكعيك ومش بحاله معاك ومش بمرته جوفانا ولا شكون جورجينا جورجينا حافظين جورجينا نتاع ليش دونك خاطر كل نهار وهي من بلاصه لبلاصه تعمل في الشوبينغ اذا ريق عكعك حاله معاك اذا ساعدك تعتبر انه راقد العروي تتذكر الحكايه نتاع اللي ساعده راقد في الجبل ومشى لوج عليه وقايمه باش يرجع للحياه كيف كيف يمشي لوج على ساعدك وفيقه قول له يا معلم يزي ما رقدت سي بون هيا نخدموا على رواحنا الحاجه الثانيه اللي ايه مش كون يفهمك لا قاعدين يفهموا احنا اولادنا جنون يلزمك تشوف اولاد تونيفيزيون بداوا معانا في 2016 و2017 كيفاش اليوم سي دي فري ليدر كيفاش اليوم يقلبوا الدنيا قلبان كيفاش اليوم ينظم لك ان ايفينمون فروم سكراتش افيك تري بو دو مويان افيك اون اورغانيزاسيون كازي انترناسيونال اي سي تو فيرتي مون امي هذه حاجه اوكي هذه حاجه نعطها فريمون نعطها هذه نعطها كيفاش نقول لك نعطها واحد يحسب عليك فريمون حاجه خارق العاده اما مالوغوزمون توا فما برشا نعطها حتى سياسيين قاعدين يغزوا لك يقول لك هذا نزار شعري ايش قاعد يعمل شنو حكيته؟ سي تري سامبل انا يظل لي حتى عبير حكيت عليك يظل لي درامون صاحبتنا وعزيزتنا وحبيبتنا وحنا نحبوا الناس الكل ولا فاس ديما تونيفيزيون معناتها مرحبا هي رؤى تونس العمليه سهله انا حياتي نتعامل فيها بطريقه ممن بها جو بونس كو لونيفير ينطلق من مبدا نتاع فيزيك ستاتيك بازيك لكل فعل رد فعل مساو له في القوه ومضاد له في الاتجاه هذايا سيتي اون ريجل نتاع فيزيك اللي الهنود يسميوها كارما الكارما مش كارما تاع الكرموس يقول لك كارما ازنت انا نقول لك كارما از وات ايفر يو دو وذ ات اذا تعمل الباهي راهو طال الزمان او قصر يرجع لك باهي واذا تعمل الخايب والله تتخبيش فيك رشحوته يرجع لك الخايب انا المبدا الي تري سامبل موا جو سوي اون تران دو فير دو ما بون كارما Je suis en train de donner. Ou j'attends pas de retour. L'arkika. Lekin le retour me revient. Rahman ana anfi, mana. Eh ben, c'est tant mieux. Analyum, cette génération, c'est eux qui vont diriger la Tunisie dans 5, 10 et 15 ans. Et forcément, ils auront besoin d'un chef.
et je suis d'une manière ou d'une autre leur chef spirituel. Mon rire la Joaib entre guillemets, mon rire ma Fatha Tsidr, misir je حط تيت عليها بعدين. ما احنا les étudiants ساهرين معانا شنو في تو نعملوا دراع مع بعض عارف دونك عادي جدا وجهه محمر والكل عرف بعد كنت تذكر قبل كيف يقولوا لنا ما تقولوش كلمه بالفرنسي في الاذاعه ولا ترجمته بل ما تقولش كلمه بالفرنسي مش كلمه لا حتى تو ما زلت لا امبوسيبل بهاكا مش هوني لا محل اما فما اذاعات اخرين اما خاطر هي كانت لا لي كوكو هي كانت معناتها اخر مره عملت لنا تنبيه هنا على خاطر فما ليميسيون ما فهموهاش ليميسيون خاطر فيها برشا لغات برشا لغات كريم هذا اللي حبيت نقوله لك وقلته لك مع اللي فاتت في بلاصه كيما هنا قاعده بحذاك اللي العباد من البارا ما تشوفش احنا شنو قاعدين نخدموا لداخل معناها كي يشوفوا هو الكونفرنس اللي نعملوها راهو معناها اللي نسميوها تيم تيم فيزيون يونيفرسيتي ميتينغ راهو بالحق البيرو ناسيونال راهو خدمه خدمة واو. خدمة راهو معناتها تاش معناتها كل شيء منظم من 2000 ونوصلوا حتى لأكثر من 2000 نعبد كل شيء منظم من ميكلة من فورماسيون من فرشك من درينتك الكل معناتها من الترونسبور نتاعك إيران العباد الكل حقها معناها خدمة كبيرة على الآخر هما عباد القام في الآخر كل عمرهم 23 22 سنة معناتها حتى أقل حتى أقل فما في لو سيتيم فما حتى ال 18 و 19 عام معناها آخر سؤال انا توا سينيزار برشا صحفيين ولاو يعتبروك واجه سياسي بامتياز وكيف كيف حتى في الراي العام ما عادش نزار شعلي الاعلامي ولا رجل اعلام كما قلت انت نساوي اللي عمل به اللي عملته الكل بالضبط وحتى خدمتك مع التلفزيون ولا تعطي طابع سياسي للشارع التونسي الحاجه هذه اسكو تقلق خدمتك في النشاط الاجتماعي ولا حتى في النشاط السياسي ولا ذيك ديجا اوبجيكتيف انت حبيت توصل له وصلت له انا نعتقد انه كل شيء نعملوه في حياتنا سياسه فقط وهذا كلام موجه للسياسيين ما تحتكروش كلمة السياسة على خاطر السياسة هي الخبز اليومي متاعنا الخبز وصومه سياسة قعدتنا في اللمة هذية وجود إذاعة كما إكسبريس اف ام ديجا إذاعة اقتصادية في البلاد وكيفاش تخلقت ووقتاش تعملت سياسة كل شيء سياسة ما تخوفوش الشباب من السياسة بالعكس دربوهم وحلوا لهم البيبان وعملوا سكون أبيل une transmission générationnelle du savoir et du pouvoir. Au savoir, avant le pouvoir, en fait, le savoir, c'est le مفتاح نتاع pouvoir. علموا la jeune génération qui fait يحلوا البيبان. ما تعطيش الحوتة. علموا كيفاش يصطادها. وهذا اللي نعملوا فيه نحن في تونيفيزيون. أنا ما نخاف من حد شيء. وفرحان برشا باللي تعمل فيه تونيفيزيون. و je pense que تونيفيزيون كانت موجودة قبل نزار الشعري ومش تقعد موجودة longtemps بعد نزار الشعري. Et elle va faire de grandes choses. بعد تدخل انت اللي اذا كان معناتها 30 سنه اللي كانوا فما دي كلوب تونيفيزيون راهو حاجه سيزيف ما كانتش موجوده يعني. وعلاش لا هذا ما ينجمش سو سينوني با سو سلا معناتها نجموا يكونوا زوز موجودين داير زوز موجودين اليوم احنا مثلا ما نخدموش خدمه النقابات. النقابات موجوده ونتعاونوا معاهم وعندنا اولادنا في النقابات وعندنا اولادنا هذه مجالس علميه سو النقابه هذه ولا النقابه هذه ولا مستقلين ولكن احنا ما احناش انتريسي بهذا احنا الدور نتاعنا واضح سوفت سكيلز ديفلوبمون دو ليدرشيب اي سورتو كري اون نوفيل جينيراسيون مختلفه طريقه تفكيرها نتاع ما تعطينيش راني باش نفرض روحي وباش نفك الطرح السلام عليكم بون نزار شهري انت لازمك ساعتين ثلاثة سوايع ميسيون معناتها مالوريزمون الوقت في ساعة عدم على ذمتكم نعاود نشكرك على حضورك معنا اليوم وليس موا ميرسي ميرسي ابو وين الميديا توا معناتها الميديا اللي هي بها دي جون يخدموا على رواحهم داير السنة مازالوا كيعملوا سهرية يحتفلوا بال 25 سنة سيتي ان بون تخوك المجلة ما عادش ديجا المجلة البابي لا اما الالكترونيك موجود كما قلت لك احنا الجروب فيه 9 شركات فيه الاي تي فيه البي ار فيه بليزيور معناتها دو دومين من الميديا كوميونيكاسيون اي ماركتينغ يخدموا على رواحهم يعملوا اللي نجموا بيان سور كورونا عملت لنا كيما الناس الكل دونك على غالب مي جو بونس كون اون بيل جينيراسيون اللي قاعده تخدم وقاعده تطور وقاعده سورتو تهرب بينا معناها تخي بيان اخر كلمه يعطيكم الصحه ويعطيك الصحه سي نزار شعلي شرفتنا اليوم في الاستوديو ميرسي بوكو يعطيكم الصحه ميرسي بوكو خاطرك قبلتك الانفيتاسيون voilà, merci beaucoup à l'invitation. Merci pour l'invitation, merci Sénizar, merci l'équipe technique, merci Karim Marrachra. Aziz. Merci à l'équipe de l'Aliouma, merci Sénizar d'avoir été invité. وان شاء الله كيما كل جمعه نطلعوا زدنا في القيمه نزار دريم بيك ورك هارد ثينك تونيفيزيون لايت واريرز واو حبيبي هذا كان تونيفرسيتي باي نايت بالسلامه